عالسلامة ومرحبا بكم ورمضان مبارك على الجميع. بطبيعة أنا باش نتناول موضوع مهم برشا. إن الموضوع هذا بالحق حب يكون الشهر ذي رمضان يكون فرصتك يا صديقي إنك باش تنحي أخطر نوع إدمان في التاريخ. شنو هو الإدمان؟ إدمان على البي أم أو. شنو هو البي أم أو؟ هو الأبريفيشن للبورن وماستربيشن وأورغازم. شنو هما؟ معناه الإباحية والعادة السرية ولذة الجماع. هذا أخطر نوع إدمان. إنه أي إنسان راهو في التاريخ كيفاش يبدأ الإدمان هذاك؟ ينجم يبدأ الإدمان هذاك هو عن طريق المشاهد الساتيلايت، عن طريق المشاهد الفيديو يتبعث لك بالبلوتوث بالغلط وانت في أيام الكوليج والليسي، عن طريق زادة مجلة، عن طريق تصويرة تبعثت لك في الإيميل، وتبعثت لك MMS في التليفون دون لو تون. بتبع أي شخص يتعرض للنوع متاع الإدمان هذاك. وأنا حبيت نحكي الحكاية هذي على خاطر أنا واحد من الناس كنت مبتلى بالنوع متاع الإدمان هذا، وتوهو الحمد لله بعد ما فت 4 أشهر وليت قدوة اللي أنا نعاون الناس، مش في تونس بركة، نعاون حتى المصارى، ونعاون جماعة السعودية، ونعاون جماعة العرب الكل إنهم ينحيوا الإدمان على الإباحية والعادة السرية، على خاطر الإدمان هذا أخطر نوع إدمان في التاريخ. شنو هو يعمل هو الإدمان هذا؟ ياريته هو مخدرات والدخان ومشروبات كحولية حاشا الشهر. المضار متاعهم أكور تيرم، معناها على مدة قصيرة، فيما بين المضار الإباحية اللي هو كوكايين بصري اللي هو أخطر نوع إدمان على المدى الطويل، يدمر الخلايا على الوجه، ينحي لك النور من وجهك، يدمر لك مخك، يدمر لك قلبك، يدمر لك أي حاجة في بدنك. كان مش في عام، ينجم يكون في 10 سنين يدمر لك هذا الكل، يخليك حتى تعمل ديبريسيون، يخليك حتى تولي عندك القلق من كل شيء، ما عاد يرفع لك حتى شيء، ما ينحي لك القلق كان الإدمان هذا. مع أنه الإدمان هذا انت تفر منه إليه، لكنه هو يزيد يضرك أكثر إدمان هذا. أنا واحد من الناس حبيت نحكي لك إنه يخليك زي تخلق الأعذار، خليك تتمهطل، خليك زي تبخل، خليك حتى على المستوى الاجتماعي إنها الناس تقطعك، خليك زي حتى في خدمتك تخسر خدمتك، خليك حتى في قرايتك تكون أنت ممتاز في قرايتك تولي يصيبك برشا غباء من جرة الإدمان هذا بالطبيعة. وبالطبيعة حب نحكي وتو الطرق. أنا واحد من الناس كيفاش أنا نحيت الإدمان هذا. نهار 4-5-6 ديسمبر حضرت الفيرتوال كامب مع تيم من أقوى تيمات اللي هي بروفيسيونيل في البزنس. التيم هذا يقول لك يزمك تركز مع نفسك قبل ما تعمل أي أكسيون، قبل ما تعمل أي حكاية تركز مع نفسك، تشوف شنية الحاجة اللي نقصتك، تشوف روحك قدام المراية، اسكو أنت تنجم تدخل روحك في البزنس ولا لا. أنا واحد من الناس غزرت روحي للمراية ولقيت روحي أنا ما نجمش ندخل روحي للبزنس، لقيت روحي أنا ما نجمش نقود روحي على خاطر الإدمان هذا قعد يقود فيها بالطبيعة. نهار 13 ديسمبر 2020 في الليل المخر قررت قرار اللي أنا يزم يتنحى الإدمان هذا. بعد أسبوع الأول أنا ما صدقتش روحي، وبعد شو عملت؟ اخذيت الكنش وبديت نكتب فيهم كل نهار نتعدى من غير إدمان شنو أتعلم وشنو التغيرات اللي صارت لي. الحمد لله إنه برشا تغيرات اللي صارت لي. الحمد لله أولها لأن ختمت القرآن في شهر شعبان، والحمد لله قاعد نختم إن شاء الله القرآن، والحمد لله لقيت روحي خاشع في صلاتي، لقيت روحي إنسان توا من زد عمت روحي أكثر، لأن نحي الإكسبريس توا عندي قرابة 7 أشهر نحيت فيها الإكسبريس، نقصت من الجزوز، نقصت من الأكلة الخفيفة، نقصت من برش حلو، نقصت من ماكلة الشارع، نقصت من زادة برشا حاجات نقصتهم، حتى الشيبس نقصت منه، نقصت حتى من الأكلات المعلبة برشا نقصت منها، وليت ناكل كان بالدار الحمد لله. وزادة وليت عندي زادة وليت حتى السبيريتوال مون روحيا وجسديا كل شيء، حسيت روحي إنسان أكثر تحررا
بتبيع. وبتبيع نشكر زاد العم فيصل اللي اعطاني اكزرسيسات قبل وتو وليت ملتزم بهم، ونشكره زاد على الاكزرسيس اللي عطاه لي 3 ايام التالي. وبالحق انا واحد من الناس كان بالحق نوصل نعمل نتيجة مزيانة في البزنس. انا نعطي الملايك يقول خليل برج الله يرحمه بتبيع به. توا حبيت نقول لك يا صديقي، اذا انت مبتلى بالنوع الادمان هذا انا راني هوني مستعد ناخذ بيدك، نحكي مع بعضنا بريفي على الفيسبوك، تفرغ لي قلبك، تقول لي نذير يا اخويا راني انا نحب نحي الادمان هذا كما انت نحيته عندك 4 اشهر. بطبيعة انا واحد من الناس كنت مبتلى ومدمن على نوع الادمان هذا. توا نلقى روحي انا وليت قدوة، وليت الناس تقتاد بيا باش نعاونها تنحي الادمان هذا، وليت الناس بالحق حتى في الشارع وليت تحبني، تقول لي وليت اشب من قبل، وليت انسان انرجيتيك اكثر من قبل، وليت انسان عندك ثقة في روحك اكثر من قبل، وليت انسان اخر معناه، وليت جديد. شبيني ما عادش شبيني مراش الشخص هذا، شبيني كنت نراه قبل الانسان المهموم، انسان ديما وجهه مدخن، انسان ديما ماهوش في الدنيا، شبيني مراش الانسان ديما يضحك وزاهي، شبيني مراش انسان اللي ما عادش يرد الفحك كي واحد يغشو. هذاك هو انا تولدت انسان من جديد فضل كوني كي خذيت القرار هذا. وبالطبيعة نحب نقول لك يا صديقي، ما تنجم تنجح في حياتك الا ما تنحي اي نوع متاع ادمان. راني انا حبيت نقول لك الادمان على العادة السرية والاباحية اخطر نوع ادمان، اخطر من المخدرات واخطر من الكحول واخطر من الدخان واخطر من الكافيين واخطر من اي نوع متاع السكر وملح واي حاجة. انه الادمان هذا راهو اخطر نوع، راهو يضر لك على مستوى البصري، على مستوى السمعي، على مستوى الروحي، على مستوى جسدي، على مستوى الاجتماعي، على مستوى الاقتصادي، على مستوى التفكير متاعك، على جميع المستويات. انا واحد من الناس في الشهر المعظم اللي انا ناخذ بيدك باش تنحي الادمان هذا، انا موجود ناخذ بيدك يا صديقي. المهم ما تخليهاش في قلبك، اجاني واحكي معايا في البريفي لان نعاونك باش تنحي الادمان هذا. وكان مع تحياتي نذير ميميش، والحمد لله ان شاء الله في الفيديو الجاي نحكي موضوع اخر.